لتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. اهلا بكم سيد التميمي الى هذه الجوله الاخباريه. وزير الاوقاف اليمني يقول بان ميليشيا الحوثي فجر 76 مسجد، لماذا تفسر هذا التحول الغريب في الصراع من قبل ميليشيا الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحوثي لم يغير ولم يبدل استراتيجيته فيما يتعلق بالتعامل مع الآخر في الساحة اليمنية. هو بدأ معركته مع اليمنيين بتفجير المنازل والمساجد، وهو مستمر حتى هذه اللحظة. مسألة يعني دمج الشعب اليمني كله بالهوية التي يرتضيها الحوثيين هي استراتيجية بدأت منذ وقت مبكر بالنسبة للحوثيين، وهي مستمرة اليوم وتمشي على قدم وساق، وسخر اليوم جزء من مقدرات الدولة وإمكانياتها في تحقيق هذا الهدف. للأسف اليمن الذي كان معروفا عنه تعايش أبنائه منذ قرون ومنذ عقود مضت، للأسف الشديد اليوم مهدد بصراع مستقبلي يقوم على فكرة الهوية الطائفية وعلى التمايز المذهبي، وهذا ما يحاول الحوثيون تكريسه. تعطلت مساجد كثيرة في العاصمة صنعاء، وقفت بعض الصلوات كصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، كان هناك تضييق مستمر من قبل الحوثيين. ولهذا أنا أعتقد أن مسألة تفجير المساجد ومعاقبة المخالفين وإصدار أحكام الإعدام كما حدث اليوم في صنعاء هي استراتيجية يتبناها الحوثيون من أجل إثبات وجودهم على الساحة اليمنية وفرض خيار الرأي. يعني سيد تميمي، هذا هل هي عملية إثبات وجود أم أنها ربما تبرز الوجه الطائفي للحوثي في اليمن؟ السيطرة المعركة معركة الحوثيين جزء منها، جزء أساسي منها هي معركة إثبات هوية طائفية ولون طائفي واحد. هذه مسألة لا جدال فيها ولا خلاف، ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح ولا التفسير. هناك تطرف مذهبي اليوم يغذيه الحوثيون من خلال هذه المعركة المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، واليمن سيدفع. أنا أعتقد أن أسوأ وأخطر مظاهر الحرب في اليمن هو هذا التطييف الذي يمارسه الحوثيون على شتى المستويات. حتى هذا التطرف في إيقاع العقاب كما حدث اليوم، هناك حكم بإعدام 30 معتقلا تم اختطافهم من بيوتهم خلال السنوات الماضية، واليوم يحكم عليهم الحوثيون بالإعدام. ودافع الأول والأخير هو دافع مذهبي وطائفي أكثر منه سياسي، لأنه يضيق من أي تحرك سياسي يمكن أن يبقي على معنى التعدد في هذا البلد، لأنه لا يمكن أن يعيش وتستقيم له الأحوال إلا إذا مضى في هذا الطريق. سيدة تميمي، هذه الطائفية ربما انعكست على تعامل ميليشيا الحوثي مع الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، حتى حذرت الأمم المتحدة من عودة تفشي وباء الكوليرا في اليمن. الجهود الأممية تجاه المدنيين في اليمن كيف تقيمها؟ الجهود الأممية تجاه المدنيين في اليمن لها وعليها. في حقيقة الأمر هذه المعركة التي تدور في اليمن أطراف مهمة أساسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه من خراب ودمار وتضييق على الناس وتشريد وقتل وتهجير. هذه الأطراف في تقديري الحوثيون أحدها، لكن هناك أطراف أخرى بما فيها المنظمات الدولية التي تحسن في جهة وتسيء في جهة وتتورط في ممالأة الحوثيين. لكن حدث تطور خلال الفترة الماضية بالنسبة لموقف المنظمات الإغاثية، عندما لم تستطع التغطية على الممارسات والمخالفات الحوثية بدأت تتحدث بشكل صريح وبصوت مرتفع عن المخالفات الحوثية، وأوقفت وعلقت بعض أنشطتها الإنسانية خصوصا في منطقات نفوذ الحوثيين. هناك تغير تقريبا إيجابي في سلوك المنظمات الدولية، لكن أنا أعتقد أن مسار الحرب وطريقة إدارة التحالف للمعركة في اليمن تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه المآلات الكارثية التي نواجهها اليوم. شكرا لك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.